حال من البؤس والمعاناة تعيشها بلدة ببنين العكارية وعائلة الشاب علي الحاج بعدما فقدت ابنها في المركب الذي غرق قبل أيام عند الشواطئ السورية. لا ما بدي يجيبوا لي بس علي، لا علي روح مش لقويته، ما بدي للفقر اللي هو فيه، هو اليوم مفقود صح؟ واليوم مفقود وانا بدي علي امني يجيبوا، شوفوا لي وين بيجيبوا لي، ما بدي شيء من الله الله عليه. هذا الشيء اللي عايشينه شباب، يعني بده يروح ليضبط ليأمن لأخواته، أخواته مرضوا، أخواته هذه عيشة، هذه عيشة، مين بيبقى العيشة؟ مين بيبقى العيشة؟ العالم عم بتروح وعم بتفل كرمال العيشة اللي عايشينه، كرمال مين؟ كرمال مين هذا الشيء؟ رسالتنا إنه يطمنونا عن هالصبي، يقولوا لنا عنه شيء، نعرف عنه أي خبر. كان منيح يودونا انه لا يعرف عنه شيء، وكان طير شيء نعرف، معلقين احبال الهواء ما نعرفين شيء من شيء، بدنا بس نطويز حرا يطمنا يبرد قلوبنا عنه. في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، يعتبر البعض أن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية هو الحل، متناسين أن طريق السماء تمر أيضا عبر البحر.